لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أذكر حضراتكم ببعض الأسئلة عن الحج. بعض الناس بيسأل عن مبطلات الحج. طبعا في القرآن الكريم الحج أشهر معلومات، سورة البقرة، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث اللي هو الجماع، والفسوق اللي هو الشتائم والسب والخطأ، والجدال اللي هو المخاصمة. وأهل العلم بيقولوا دي مبطلات الحج، رفث وفسوق. لازم الإنسان يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يا من زكاك كلك وقال عنك وإنك لعلى خلق عظيم. تلاقي بعض الناس يقول لك طوابير وخنقة وزهق ويتخانق، والمصريين بيضيعوا الحج كتير إلا ما رحم الله. تلاقي برضو في عند بعض أهل العلم يقول لك في موضوع الأكل والشرب وموضوع سبحان الله الوجبات، الإنسان يشغل باله بالله سبحانه وتعالى. حتى أهل العلم يقول يعني حججت البيت وليتك لم تحج، يود البيت منك أن يهج. من أنت راح عشان تتخانق، ولا رايحين ناكل ونشرب، ولا رايحين عشان نتعبد كده وراحة نفسية وهدوء؟ يود البيت منك أن يهج. جئت ومعك زنبيل من معاصي، معاصي كتير، وعدت ورجعت تاني ومعك زنبيل ونخور، يعني رجعت بذنوب تاني ورجعت بأشياء كثيرة. محتاجين نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى زي ما علمنا القرآن، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فدي تعتبر يعني اللي ذكرت حضراتكم بها اللي هي مبطلات الحج اللي بيقع فيها يعني كثير من الناس في الحج. يبقى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويرزقنا حسن الخاتمة. جزاكم الله خير.